السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا. أنا بس يكون في ساعة صدر معلش. ليه أخ أصغر مني، أنا 35 سنة، ليه أخ أصغر مني 28، أخت عندها 22 عام، اتخطبت 3 سنوات، وأنا كنت معترض على الخطوبة عشان الأخ ده مدخن، وأوقات بعض الوقت بيشرب حاجات مش كويسة زي حشيش. ووالدي مصر على هذه الزيجة، وانا معترض، وانا متكفل بوالدي ووالدتي واختي دي مصاريف من زمان، يعني انا ماكل ومشرب انا اللي بصرف عليهم. فانا معترض على الزيجة دي وعاملين فيه مشاكل، وهو قال لي انا غضبان عليك، هل ده كده من العقوق؟ البنت رغبتها فيه، البنت عايزة، لاني متعلقة بسبب التليفون، وبيبقى فيه كلام وبرضه اعتراض. انا يعني انا ملتحي، والدي ما بيحبش الملتحين خصوصا، وكل ما افرض عليهم حاجه في البيت لا انا غلطان، انت ما تعمل لناش فيها شيخ، انت كذا انت كذا، وما لكش دعوه، عندي ارض هبيع لها واجهزها، يا والدي ده ما ينفعهاش، يا والدي ده بيشرب، يا والدي ده بيعمل، يا والدي ده ما بيشتغلش، ما فيش فايده، يقول لي انا غلطان عليه. طيب ما هو ما يعملك مشاكل في البيت الان؟ يعني إذا كان رفضك سيتم بسلام وأمان، ويبعد هذا الشخص وتبحث لأختك عن زوج تقي. عملت كل المحاولات يا شيخ، خلاص ما فيش أي فايدة، خلاص اتركهم. وصلنا لدرجة يعني لا لازم هتتجوز، يعني هتتجوز برضاك، هتتجوز بوجودك، هتتجوز بعدم وجودك، هتتجوز الشخص ده. إذا لا معنى لسؤالك يا أخي، خلاص يا أخي لا معنى لسؤالك ما دام والدك موجود ورافض تدخلك. يعني ما تعطل الشيخ طيب. ولا تفعل شيء. السلام عليكم يا والدي وخلاص. يعني الزيجة تتم ما فيش أي مشكلة كده؟ هو هتتم أنت تقول، وتتم ستتم. الأب يريد والبنت تريد. شكرا. اللي يمكن تفعله أنك تقلل المصاريف شوي.